هذيك المرة كنت قاعد مع أخوري بكنيسة وخبرني أنه كل يوم لمدة 30 سنة كان يشوف زيت الزلمة يجي على 8:30 على بكرة يركع ويصلي. يا الله بتشكرك على النعمة كل يوم بدون استثناء لمدة 30 سنة. ففي نهار بيقوم هالخوري وبيسأله يا خي شو هي هالنعمة يلا أعطيك يا الله تهلأ تكون ممنون له، نحن كل شي منصلي بعد ما أجينا شي منه. ام جاوبه هالزلمة الوعي، الوعي أكبر نعمة من الله، الوعي. أنا شو بعمل وتدق هالألارم؟ بفتح عيوني بقوم من الفرشة وبحضر حالي تكون الطارق يلي مطلوب مني كون. بتطلع بهالمراية يلي قرفان منها مجرب قرر من إشي ما بتفرق معي بس بعيونهم تعمل كل الفرق. وبيبلش يومي، يوم ما رح يختلف ولا شوي عن اللي مضى أو عن اللي جاي. بطلع بهالسيرفيس وبتسأل كم زلمة وعيه اليوم مع البسمة على وجههم، مع اني عارف انه الجواب اقل من 1%. بوصل على الشغلة اللي مش طايقه بس مجبور فيه لانه الفواتير عم تتكدس عادي بالبيت. بقعد وبلش شغلي يلي طلع من نخيري وبرجع بتذكر قصة هيدا الخوري. احلى فترة بحياتي وقتها كنت صغير جهلين ومش سألين. وقتها كنت ولد كان عندي حلم بس عكبر ميت الحلم وعلقت بهالروتين. بس اليوم، اليوم تحديدا رح ينبسط مني هالولد لانه اليوم، اليوم رح اترك شغلي. يعني انا ما عم استوعب يلي قلت لي معقول راسك؟ ما شو فكرت يعني؟ ما فهمت شو برا مخك لحتى عم بتقلي انه تركت شغلك؟ شو بمخك؟ بكل الناس عم تقطر حالها عم تتفلفل لحتى تلاقي شغل وانت عبيد المستيح تترك شغلك وبتبيك شيء يا ابني؟ تعبت وما كنت مبسوط يا روزك. اهم شيء انه الواحد يكون مبسوط. ما فكرت ولا بمستقبلك ولا فكرت كيف بدك تطلع مصاري ولا فكرت كيف بدك تشكي هيك يعني؟ لا رح كون مسي. مسي؟ شو انا ربيت مارلون براندو هون عندي بالبيت؟ بفهم انه بتحب الهوايات وشجعناك على الهوايات وبتحب السينما بس لهون وبس. شو رح يقولوا عنا العالم؟ شو رح يقولوا عني الناس؟ انا لو فيي كنت تركت هالبلد تترك هالناس. بس اذا بفل من هون بدي روح على بلد وين فيني لاقي ناس مثله 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 وحتى مثله ومثله. اذا بفل وين بتكوني؟ وين بتكوني انت؟ بكرة خلينا اجلها لبكرة. بس بكرة، بكرة عن جهد رح اترك شغلي.